بكم في اتجاهات حيث لا حياد مع الإرهاب. قبل أيام ودعنا الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي السابق. سعود الفيصل لم يكن وزير خارجية عادي. طوال أكثر من 3 عقود طبع الفيصل السياسة الخارجية بالدبلوماسية وبالهدوء. ومع التغيرات السياسية والعسكرية الأخيرة بدت ملامح سياسة جديدة تظهر في الأفق. تعيين عادل الجبير سفير السعودية السابق في واشنطن وزيرا للخارجية في ظل تصاعد دخان الحروب بالمنطقة يقودنا الليلة لفتح ملف السياسة الخارجية السعودية والدور الإقليمي للمملكة اليوم. هذا هو موضوع حلقتي لهذه الليلة من برنامج اتجاهات، والتي أرحب فيها بضيوفي معي من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي الأستاذ حمود الزيادي العتيبي. أهلا فيك أستاذ حمود. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور. من بيروت معنا الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور محمد علي مقلد. أهلا فيك دكتور. أستاذ حمود، الأمير سعود الفيصل يعني كان وزير الخارجية طوال 3 عقود، طبعت السياسة الخارجية وقتها السعودية بالدبلوماسية والهدوء، خاصة بحل النزاعات وتهدئتها في المنطقة سواء لدول الجوار أو غير الجوار. اليوم برأيك باختصار يعني ما ملامح السياسة الخارجية السعودية الجديدة؟ مساء الخير أولا، مساء الخير للضيوف الكرام والمشاهدين. الحقيقة أنه لا يمكن أن نعزل مسار السياسة الخارجية في عهد الملك سلمان عن المسار السياسة الداخلية. أنا أعتقد أن الملك سلمان الآن يصنع توازن بين ما هو داخلي وما هو خارجي، وقراءة للمشهد الجيوسياسي في ذلك. كل القرارات الأخيرة خلال 100 يوم تصب في توازنات وقراءة للتوازنات في المنطقة، وبالتالي إجراءات داخلية تدعم هذا المسار الخارجي أو إجراءات في المسار الخارجي تدعم حتى الاستقرار الداخلي. هذا القراءة البانورامية للمشهد خلال 100 يوم، وأعتقد أنه 100 يوم حيوي، نتكلم كثير من القرارات، كثير من إعادة هيكلة للدولة، كثير من التعيينات الجريئة جدا في المشهد السعودي الذي لم تعتاد عليه المنطقة تحديدا. أيضا المشهد والمباشرة في محاولة تقليم الأظافر الإيرانية في المنطقة بشكل واضح. السياسة السعودية اليوم تتخلى عن تقليدياتها الحذرة وتتجه إلى سياسة خارجية مدعومة بتوازنات وتماسك داخلي لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة والمحور الإيراني. أعتقد أنه هذا هو العنوان العريض الذي سيمثل الحقبة القادمة، وهو بدأت إرهاصاتها من عاصفة الحزم وما سبقها من تحركات سياسية عبر لقاءات الملك سلمان مع عديد من الزعماء على المستوى العربي والمستوى والدول الإسلامية، وأيضا مع تواصلات مع دول العالم ودول الإقليم. هذا المشهد أعتقد أنه مهم في قراءة التغييرات التي ستحدث في السياسة السعودية التي بدأت تحدث. أيضا يعني على مستوى الشخصي، الأمير سعود الفيصل هو رجل لا يمكن الاستغناء عن خدماته وهو موجود في المشهد، لكن طبعا لظروف الصحية، وأعتقد المرحلة التي تحتاج الكثير من الحيوية، وأعتقد أنه لا تسعف كثيرا وضعه الصحي، وهو تحدث بذلك صراحة بشجاعة منقطعة النظير، لكنه رغم ذلك يمثل عقلية فذة ويمثل إضافة نوعية بالبيت السعودي بأي صفة كانت وأي موقع كان. وبالتالي أنا أعتقد أنه العصر هذا عصر المشهد السعودي في التأثير في الإقليم، أستطيع أن أقول بثقة لأننا نرى إرهاصاتها ونرى تداعياتها على المشهد الداخلي الإيراني في السياسة الإيرانية التي بدأت يعني ترتبك ويرتبك من حلفائها في المنطقة. وأعتقد أنه مزيد من الارتباكات ستحدث يعني للتحركات الإيرانية في المنطقة، وأعتقد أنها ستعود إلى شيء من يعني عقلانية الدول بعيدا عن تصدير الثورة. أنا أعتقد أنه بالأخير ستقاوم، لكن بالأخير أعتقد أن منطق الدولة سيهيمن على منطقة الثورة التي تريد تصديره إيران. نعم. في المنطقة بعد أن تواجه بهذه التحالفات التي تقودها السعودية. طيب دكتور مقلد، على ذكر التحالفات اللي تكلم عنها أستاذ حمود، التمدد الإيراني اليوم في المنطقة يدفع الدول العربية ومنها السعودية للسعي لإنشاء تحالفات سواء مع دول عربية أو إسلامية مثل تركيا وباكستان. لأي مدى اليوم التعاون الجماعي والتحالفات في المنطقة يمكن أن تحميها؟ أنا بالمقالات اللي كتبتهم عن الموضوع
نصحت أنظمة الخليج والأنظمة العربية عموما، نحن في هذه المنطقة كبلدان عربية مضافا إليها إيران نمر بمرحلة عنوانها الأساسي الربيع العربي. الربيع العربي يعني بداية تحول لدخول العالم العربي إلى عصر الحضارة الحديثة الذي دخلنا إليه من بابه الاقتصادي ومن بابه الثقافي في جامعات يعني بالمملكة العربية السعودية، الجامعة رقم واحد بالمصنفة بالشرق، أو الجامعات التي أسست في بيروت أو الجامعات بمصر أو إلى آخره، ومؤسسات رأسمالية دخلنا إلى الحضارة الرأسمالية من الباب الاقتصادي الواسع، إلا أننا بالباب السياسي لم ندخل إلى هذه الحضارة، وهذا ما دفع يعني الأحداث إلى مثل هذا التفاقم في المنطقة العربية بدءا من تونس ووصولا اليوم إلى اليمن، إلى ما وصلت إليها أحداث اليمن، مرورا طبعا بالسودان بكل البلدان العربية بدون استثناء، وبشكل خاص مرورا بلبنان وسوريا والعراق، البلدان الأقرب بالجغرافيا لإيران. وبالتالي السياسة الخارجية التي اتبعت في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، عم يسميهم زميلنا بالمئة يوم الأخيرة، هي سياسة التحدي، الخروج من حالة التردد، الخروج من حالة الترقب إلى فعل إيجابي، إلى فعل، إلى لعب دور إيجابي في المنطقة. وأعتقد استنادا إلى هذا الحدث، إلى هذا التغيير، لابد أن تتغير السياسة الخارجية، ولابد أن يكون الوزراء الذين عينوا في مواقعهم الجديدة يمثلون مثل هذا المنحى الجديد من السياسة، ولابد أن يكونوا قادرين على تنفيذها. نعم، ماذا عن التحالفات دكتور؟ التحالفات والتعاون الجماعي في المنطقة؟ التحالفات، أعتقد أن تحالفات تركيا معنية بهذا التحالف، يعني سقط من هذا التحالف باكستان اللي اجتمع مجلس النواب فيها وقرر عدم المشاركة بالأحداث، لكن هذه التحالفات وهي حاصلة بين قوى داخل المجتمع العربي، وطبعا بداية التحالف بين أهل الخليج بالدرجة الأولى بعد الخلافات ولو كانت شكلية التي سبقت في المرحلة الماضية، وحدة الموقف الخليجي، وحدة الموقف العربي، هذا أساس ببناء تحالفات خارجية، وأساس بالضغط على القوى الخارجية بأوروبا وبالولايات المتحدة الأمريكية لكي يقفوا إلى جانب الموقف العربي، إلى جانب القرارات التي اتخذت في مؤتمر العزم. نعم. الموقف التركي حاسم في هذا الموضوع، لأنه استنادا إلى التدخل أو المساعدات التي يمكن أن تقدمها تركيا في سوريا، يعني من الممكن أن تنقلب الأمور رأسا على عقب، وهذا ما يظهر على ما يبدو في الأحداث الأخيرة في اليومين الأخيرين. نعم. طب أستاذ حمود، ما رأيك التحالف أو فكرة التحالفات يمكنها أن تضغط على الغرب أيضا؟ رأيك بالتحالف هل من الممكن توسيع يعني عدا عن تمكين توسيع فكرة التحالف الأخير، تحالف الحزم، تحالف عاصفة الحزم؟ نعم، أنا أعتقد أنه يعني الخطوة السعودية والحراك السياسي والفاعلية والحيوية في السياسة السعودية خلال 100 يوم، دعينا نتحدث من خلال الأسبوع الأول بعد وفاة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، حدث هذا التحرك، وأعتقد أنه هذا بدأ يصل صداه إلى الولايات المتحدة والدول الغربية وأوروبا، وبالتالي بدأت حتى انعكاسات على المنطقة، وبدأ هناك قبول لهذا التحرك، لأن كان هناك رغبة أن تكون دول المنطقة وخاصة الدول الخليجية أن تقوم بدور فاعل في مواجهة التمدد الإيراني. الولايات المتحدة لديها استراتيجيتها، أحيانا ترى من هو ممسك بزمام الأمور أكثر تقترب إليه، ومن يتراجع أو من يتردد تبتعد عنه. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة حينما رأت الحزم السعودي
مع أشقائها في دول الخليج وبعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية، بدأت ترحب بهذا التقدم لأنها تريد أيضا بعيدا عن مصالحنا هي تريد توازنات في المنطقة، يعني من مصلحتها أن تكون توازنات في المنطقة. أعتقد أنها أحيانا تذهب بعيدا نتيجة تأثيرات معينة إلى البعد الإيراني لكنها لتحقيق مصالحها، لكن حينما ترى أن هناك الدول العربية ودول الخليج تتحرك لحفظ التوازن ترحب بذلك. أنا أعتقد أنه الدور الكبير للدول المنطقة في الفترة القادمة مهم ومؤثر، وأعتقد أن اجتماع كامب ديفيد مع دول الخليج مع الرئيس أوباما سيكون أيضا مؤثرا في مستقبل الاتفاق النووي الإيراني في 30 جون. هذا التحرك والتنسيق والرؤية الواضحة والحزم والحسم مع هذه الملفات الجيوسياسية أعتقد أنها ستكون لها تبعاتها في المستقبل المنطقة. وهنا من المهم أيضا البناء على هذه التحالفات ومحاولة الحفاظ على التماسك. دائما نعرف أن التحالفات تأتي في نتيجة ظرف سياسي معين تكون قوية، بعد حينما لا يتم البناء عليها والعمل على هذا التحالف وتطويره إلى حتى عمل مؤسساتي معين أو تنسيق متماسك يبدأ يتراخى وربما يتفتت. وأيضا لا تنسي أن المتنافسين والمنافسين لك سيعملون على محاولة الاختراق والتفكيك هذه التحالفات بطرق شتى. من هنا أعتقد الحيوية في السياسة السعودية هذا ما يلفت الانتباه أنها لا تتوقف، مستمرة على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع في إبقاء هذا التحالف وتقويته والبناء عليه. ومن هنا أنا أعتقد حتى ببعض الإشارات ترى أنا أعتقد أنه في سوء فهم للموقف الباكستاني، يعني على مستوى البرلمان هناك تحفظ على مشاركة قوات لقصف الحوثيين لكن ليس هناك تحفظ على الدفاع عن السعودية فيما لو حدث اعتداء من إيران أو من أي قوة أخرى تهدد الداخل السعودي. وبالتالي أنا أعتقد أنه موجود الحلف الباكستاني موجود، حتى على مستوى الرئيس الباكستاني أكد هذا الأمر، وبالتالي الفرق فقط أنها لن تشارك في الهجوم على الحوثيين في داخل اليمن، وبالتالي هذا لا حاجة له. أعتقد قوات التحالف والقوات الجوية السعودية وأيضا القوى الأخرى المتحالفة في هذا الاتجاه لا تحتاج إلى كل هذا الدعم. أيضا على المستوى التركي أعتقد أن الرئيس التركي ولو أنه دائما يجب أن نتحفظ كثيرا ببعض تصريحاته لكنه تحدث بشكل قوي تجاه السياسة الإيرانية في المنطقة وأنه داعم للإرهاب في المنطقة. حينما ذهب إلى إيران لم يسحب هذا الكلام، يعني الإيرانيين هل لو أنه ذهب واتفق معهم وأمور اقتصادية لكنه لم يسحب الكلام، وبالتالي هناك أحيانا قراءات مختلفة، يعني هناك قراءة على المسار الاقتصادي سيتقارب مع إيران لكنه يرى أن السياسة الإيرانية سياسة عدوانية على المنطقة، وبالتالي هو مع هذه الرؤية الخليجية. نعم. طب دكتور محمد، يعني على ذكر الاتفاق النووي، ماذا تتوقع في حال توصل الغرب إلى اتفاق مع إيران في يونيو المقبل؟ ما الذي تتوقعه؟ أعتقد أنه لن يحصل اتفاق نووي مع إيران بالمضمون الذي تريده إيران. وإذا حصل اتفاق ما فهذا الاتفاق على برنامج سلمي نووي، يعني برنامج الاستخدام السلمي للطاقة النووية. لكن أعتقد من ناحية أخرى أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها إيران ليس مشكلة حصولها على توقيع على اتفاق نووي مع الغرب، مشكلتها تشبه مشكلات العالم العربي، مشكلة عدم قبول النظام السياسي بالتنوع في داخلها، ولذلك عم تصدر ثورتها على غرار ما فعل الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية السابقة. وقد كتبت مقالات كثيرة حول الموضوع تحذر إيران وتنبهها إلى أن عصر تصدير الثورات قد مضى، وبالتالي لا يجوز التسلح لا بالنووي ولا بغير النووي، لأن الاتحاد السوفيتي كان في زمانه يملك من الرؤوس النووية ما يضاهي ما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية وقد انهار، وبالتالي قوة أي بلد من البلدان تكون بالدرجة الأولى مبنية على وحدتها الداخلية وعلى قبولها بالتنوع الداخلي. ولهذا لن ينفع مع إيران لا السماح لها بمفاعلات نووية ولا السماح لها بالتمدد إلى الخارج لتصدير الثورة، فكلا السلاحين أثبتا فشلهما من خلال التجربة السوفيتية الاشتراكية السابقة. وكنت تقصد إيران بالوحدة الداخلية والتنوع الداخلي؟
أقصد إيران طبعا وأقصد كل بلد، يعني ما يجري اليوم بسوريا أو ما يجري بلبنان، حتى ما أعطي أمثلة على محلات تانية. لبنان صار في حرب أهلية مستديمة من سنة 1975، بإيران كذلك في مشاكل لم ترقى بعد إلى مستوى الحروب الداخلية، لكن النظام استطاع أن يصفي خصومه خصما وراء خصم، وبالتالي لا هذا لا بلبنان انحلت مشكلة ولا بإيران راح تنحل المشكلة. هكذا يتم يعني تجري الأمور بالعراق، أنه التخلص من الخصوم لا يمكن أن يتم على هذه الطريقة. ينبغي أن يعيش المتخاصمون إذا أرادوا أن يبنوا دولة واحدة، ينبغي أن يعيش المتخاصمون داخل هذه الدولة وأن يتوحدوا ويوحدوا جهودهم من أجل بناء الدولة، والذي يبني الدولة ويوحدها هو الموقف، هو القانون إذا صح التعبير، يعني أن يتساوى جميع الناس تحت سقف القانون بدولة محكومة على أسس من الكفاءة وتكافؤ الفرص ومن الاختلافات، على أن تنظم هذه الاختلافات في إطار من الديمقراطية. نعم، هاخذ فاصل وراجعين بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد في اتجاهات. أستاذ حمود، يعني الدكتور محمد شكك في الوصول أو إمكانية التوصل إلى اتفاق، وقال لا أعتقد أنه سيصلوا إلى اتفاق نووي، وأن وصلوا إيران وأمريكا لن يكون بحسب الحلم الإيراني. فأنت ماذا تقول عن هذا الموضوع؟ كيف ترى الأمر أو ماذا تتوقع أن يحدث بعد الحصول أو الوصول إلى اتفاق نووي إن كانوا سيصلوا؟ هو الحقيقة أنه الهدف من هذه المباحثات أن تتوقف إيران عن المشروع بناء يعني مفاعل ذري عسكري نووي، وبالتالي وتحويله والتخلص منه، وهذا ما يجري المفاوضات له. إيران تتنازل تنازلات خلف التنازلات، لكنها حينما عادت بعد اجتماع لوزان تحدثوا بالداخل أنهم نجحوا وانتصروا وحققوا ما يريدون من أجل التعمية على الشعب الإيراني، وأنهم ماضون لتبرير الفشل السياسي الذي وصلوا إليه في النهاية حينما ضحوا باقتصاد إيران ومصلحة الشعب الإيراني، وكان ذلك على حساب حتى تنمية الشعب الإيراني ورخائه واستقراره والجيرة السلمية مع الدول العربية ودول الخليج. وبالتالي وأصبحنا نسمع صوتين، صوت الهارد لاينرز أو المتشددين علي خامنئي والخط الذي يدعمه، أنهم ذاهبون إلى تحقيق الحلم النووي الإيراني، فيما نعم. الخط الأكثر يعني نعومة مقارنة لروحاني وظريف، الرئيس روحاني وظريف يحاول أن يتوازن، وأحيانا يذهب بتصريح متشدد وأحيانا بتصريح ناعم، لكن بالمحصلة النهائية أعتقد أنهم لن يصلوا إلى أن يحققوا هذا الحلم. على العكس، هم يتراجعون، هم يريدون الآن التفاوض بديلا عن ذلك على تأثير في المنطقة. طب حرجع لك أستاذ حمود بمدى رغبتهم، أو على الأخص هذه نقطة مهمة، مدى رغبتهم في التفاوض. بس سؤال للدكتور محمد، يعني أول مشتريات إيران بعد توقيع مبادئ الاتفاق النووي كان صواريخ بعيدة المدى من روسيا، برأيك لماذا هذا الاستعجال الروسي وباقي على الاتفاق النووي أو الاجتماع الأخير يعني أسابيع؟ لماذا هذا الاستعجال الروسي لتسليح إيران؟ الأسلحة البعيدة المدى هي شراء تعبير عن أزمة وليس حلا لأزمة. هم يحاولون أن الإيرانيين يعني من جهة عندهم سياسة والروس عندهم سياسة أخرى، أو يعني لكل منهما هدف. الهدف الإيراني هو محاولة التهويل على الغرب للقول أننا قادرون على الاستعاضة عن النووي بصواريخ بعيدة المدى. وطبعا مثل هذا التهويل يقصدون منه تخويف إسرائيل وتخويف الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران قادرة على ضرب إسرائيل، إذا وقادرة على ضرب طبعا كل دول الخليج بهذه الصواريخ. لكن أن تمتلك الدولة صواريخ بعيدة المدى شيء، وأن تستخدمها وأن تكون قادرة على استخدامها شيء آخر. يقال أن هذه الصواريخ موجودة بسوريا منذ فترة طويلة،
ولكن لم تستطع سوريا أن تستخدمها في مواجهة إسرائيل ولا مرة من المرات. بعتقد أن هذه الصواريخ كانت موجودة بالعراق ولم يتمكن من استخدامها، لأنه استخدامها بيعني عند الآخرين إمكانية استخدام أسلحة مماثلة أو إمكانية تعطيلها بالدرع الصاروخي اللي حاول أن يعملوا بإسرائيل. وطبعا في دروع صاروخية مماثلة في كل البلدان الأوروبية، المنصات الصاروخية اللي نصبتها الولايات المتحدة الأمريكية بأوروبا لمعالجة هذا الموضوع. بس هل ستقلب الصواريخ هذه موازين القوى مصلحة أخرى؟ أولا روسية لا أعتقد ذلك، لأنه إيران حتى لو امتلكت مثل هذه الصواريخ فهي لا تملك بنية تحتية ولا بنية اقتصادية قادرة على حماية هذه الصواريخ. إيران تشكو من وضع اقتصادي مأزوم وتشكو من وضع سياسي داخلي مأزوم، المعارضة عندها موجودة بالسجن أو بالإقامة الجبرية، وبالتالي لا يمكن لبلد من البلدان أن يستخدم مثل هذه الأسلحة إلا إذا أمن وحدة داخلية. وإذا تأمنت الوحدة الداخلية مثل ما كان عم بيقول زميلنا من المملكة، يعني هذا شرط أساسي أن تقوم يعني لتأمين وحدة الموقف بين القوى السياسية، أن يفك الحصار عن المحاصرين بداخل إيران، وأن يجري تعاون بين المتشددين والمعتدلين، بين المتطرفين والأكثر هدوءا مثل ما سميهم منه. وهذا حتى الآن لم تبدو له مظاهر. اللي احتفلوا بالانتصار الإيراني بفكرة التوقيع، بوهم التوقيع على الاتفاق، كانوا هن المعتدلين، أما الآخرون فكانوا منزعجين. وبالتالي في يعني نوعين من ردة الفعل الإيرانية على توقيع الاتفاق. الأولى عم بتقول أن احنا استطعنا أن نحصل من الولايات المتحدة الأمريكية على اعتراف بوجودنا، وعم بيحاولوا يفسروا يوظفوا هالاعتراف هذا بالتمدد بتوسيع دور إيران في المنطقة. هذا ما تريد أن يعني تثبته القوى المعتدلة الإيرانية للرأي العام الإيراني. أما الآخرون فمنزعجون لأنهم يعرفون حقيقة الاتفاق وتفاصيل الاتفاق، لأن الاتفاق قدمت في إيران تنازلات هائلة، تلغي هذه التنازلات تلغي كل احتمال لإمكانية الاستفادة من الطاقة النووية على نطاق عسكري. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنت معنا الدكتور محمد مقلد، أشكرك على هذه المشاركة. وأعود إليك أستاذ أحمد العتيبي، إذا كان في لديك تعليق قبل ما أسألك. أعتقد أن هناك أيضا يعني رغبة أن إيران تخرج من الأزمة التي تعيشها. أعتقد أنها ستسعى الآن للخروج منها، لأنها بدأت تجابه بمشروع سعودي في المنطقة، وبالتالي هي كانت تعتمد على أذرعها في المنطقة. الآن تشهد انكسارات لهذا المشروع والأذرعة والبراكسي وورز أو الحروب بالوكالة بالنسبة لها، وأعتقد أنها ستسعى، ربما هي ستسعى لمزيد من التنازلات للحفاظ على عدم انهيار الدولة الإيرانية وربما حتى النظام الإيراني الذي يحكم الآن. يعني يمكن أن تتجه لتطلب بالتوجه مع العرب لطاولة الحوار مع العرب والخليج؟ طبعا هي أحيانا ترسل رسائل بهذا الاتجاه وأحيانا تتراجع، لأن ما زالت فكرة الثورة مسيطرة على المتحكمين في السياسة الخارجية، والعدد من الذين يعني يعبثون في الملفات في المنطقة في العراق وفي سوريا وفي اليمن، مع مزيدا من عاصفة الحزم ومزيدا من السياسة الحازمة باتجاه المشروع الإيراني، أنا أعتقد إيران ستعود إلى منطقة الدولة، وهذا ما يريد الجميع، منطقة الدولة عوضا عن منطقة الثورة. هنا ستصبح المنطقة أكثر سلاما، سيصبح الشعب الإيراني أكثر استقرارا، ومع ذلك ستذهب يعني كثير وتسقط كثير من الأصابع الإيرانية في المنطقة، ستستقر لبنان، يستقر تعود دولة سورية جديدة، العراق ربما يكون هناك سلم، لكن الأمر يعني يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من العمل من هذه الدول ومن هذه المكونات في هذه المجتمعات. أبو أستاذ حمود، يعني مقابل كذلك. أنه هي قدمت تنازلات لكن في مقابل عودتها للمجتمع الدولي أو لرفع العقوبات والحصار الاقتصادي، لكن يعني أيضا الغرب في مقابل أنها توقع على تجميد سلاحها النووي سيقدم لها شيئا.
على سبيل المثال أن يقف على موقف الحياد أمام تدخلاتها في المنطقة وأمام رغبتها بالتمدد؟ طبعا هي تريد أن تجري صفقة مقابل هذا تكون لها نفوذ وبالتالي لها تدخل في السياسة العربية في المنطقة. المشروع الرؤية السعودية الآن التي تقودها في المنطقة أن إيران يجب أن تكون جارة لا تتدخل في المنطقة العربية، جار يعرف حدود علاقاته الدبلوماسية والسياسية مع المنطقة، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وهذا خط أحمر ومثل كلاما صريحا يعني في على مستوى خطاب الملك سلمان في القمة العربية في شرم الشيخ، على مستوى كثير من التصريحات، على كثير من المواقف الحازمة الحاسمة في هذا الاتجاه. إيران ستكون دولة مسالمة حينما تعرف حق الجيرة وعدم التدخل في الملفات الداخلية وتفجير المنطقة طائفيا والتوقف عن تصدير الطائفية أكثر من تصدير الثورة. هي تصدر الطائفية باسم الثورة وبالتالي من أجل تفتيت المجتمعات والدول العربية حتى يكون لها تأثير في المصلحة الإيرانية القومية الفارسية التي تحدثنا عنها قبل سنتين ربما معك أو 3 سنوات. صحيح. وليس فقط من أجل الملف الشيعي، هي تستخدم الأقليات الشيعية من أجل هذا المشروع لدغدغة هذه العواطف، وإلا أنها في الأخير فهي تبحث عن مصلحة الدولة الفارسية الإيرانية. هنا تجابه اليوم بموقف عربي حازم تقود المملكة، وأعتقد أن البناء على هذا الموقف الحازم سيقود إلى أن إيران تراجع كثير من مواقفها، ولكن الأمر طبعا سيتطلب الكثير من العمل والكثير من الفهم من قبل الإيرانيين حتى تعود الأمور إلى شيء من الاستقرار. نعم، وعلى ذكر يعني تاريخ فارس لم تكن أبدا يعني يوم في يوم من الأيام طرف يعني إيجابي في اليمن ونجران ومنطقة جنوب الجزيرة العربية بعكس ما تحاول أن تبديه اليوم. طب بالنسبة لليمن، الإيرانيين قالوا قبل فترة أنه هم يعني مستعدين وقادرين على دفع الحوثيين لطاولة التفاوض، هل هذه يعني تكتيك؟ كيف تصف هذا الأمر؟ هل هو خدعة أم تكتيك من أجل إعادة بناء أو ترتيب أنفسهم بعد ما حدث لهم في حرب عاصفة الحزم؟ على الوقت الراهن أعتقد إيران تمارس كثير من التكتيكات. أنا أقرأ قراءة مستقبلية ما قلت سابقا، لكن على المستوى الراهن أعتقد إيران ما زالت تأمل أنها تؤثر بحيث أن لا تصل إلى ما تحدثت عنه سابقا بالأخير أن تعترف بهذا أنها دولة إيرانية تنتهي حدودها في حدود الأرض الإيرانية. لا، هي ما زالت تراهن لعلها تحدث اختراق. من هنا كثير من التناقضات، يعني بعض الحوادث تعطي مؤشرات لأمور كبرى. حينما أرادت طيارة إيرانية العبور وأخذت الإذن لتقديم يعني مساعدة إنسانية للشعب اليمني، طلب منها أن تمر بمطار بيشة للتفتيش كما هو مع جميع الطائرات الأخرى، رفضت وأصروا أن يصلوا إلى مطار صنعاء. كان هناك حزما، وهذا هو حتى مؤشر الطائرة، أنا أعتقد أنه مؤشر على السياسة في المنطقة. تم يعني محاولة أن تنزل في مطار بيشة، حينما رفضت تم تدمير المطار صنعاء حتى لا يمكن أن تصل، لأنه مؤكد أنها كانت تحمل أم دعم عسكري أو حتى خبراء عسكريين إيرانيين ذاهبين إلى هناك، لأنه كان هناك تخفية في هذا العمل، وبالتالي اضطرت الطائرة الإيرانية أن تعود إلى طهران مرة أخرى. أعتقد مؤشر الطائرة يعطينا مؤشر أن هناك سياسة تقول لإيران كفى تدخلا، لن يسمح لك بعد اليوم بهذا التمدد من طائرة إلى تمدد سياسي إلى تمدد القوى الأخرى التي تريد العبث في مكونات الدول. نعم. مع قبول هذه المكونات الوطنية عبر عملية سياسية، لكن يجب أن لا تكون على حساب الدولة، كيان الدولة ومفهوم الدولة. نعم. بينما هي إيران تريد أن تتعامل مع منطقة الميليشيا. طيب حاخذ فاصل، حرجع لك أستاذ حمود بعد الفاصل، وبعد الفاصل سينضم إلينا رئيس تحرير جريدة التحرير من القاهرة الأستاذ علي السيد. أرحب بكم من جديد في اتجاهات وحلقة الليلة عن الدور الإقليمي للسعودية اليوم. أرحب الآن بضيفي من القاهرة رئيس تحرير جريدة التحرير الأستاذ علي السيد. أهلا فيك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ. أهلا فيك أستاذ علي. يعني في هناك عبارة ذكرها الكاتب السعودي عبد الرحمن راشد في إحدى مقالاته، يقول في تصور إيران المنطقة اليوم صارت خريطة مفتوحة منذ اتفاقية سايكس بيكو بحيث يمكن تعديل حدودها وفق مصالحها،
ما تعليقك على هذه العبارة؟ الحقيقة يعني هذه العبارة صحيحة تماما. إيران لها أطماع كثيرة داخل المنطقة، وكل التجارب السابقة الحقيقة أثبتت أنه إيران جار غير مريح للعرب، وأنه مخططاتهم يعني تتماهى تقريبا وتتساوى مع مخططات أخرى مثل مخططات الصهاينة أو حتى مخططات الأتراك من ناحية أخرى. تجربة إيران الحقيقة حتى منذ عام 2003 دخول الإيرانيين إلى العراق أثبت أنه إيران تلعب بملف الطائفية لتحقيق مصالحها الخاصة، وهي مصالح الإمبراطورية الفارسية في الأساس أو جزء منها تصدير الثورة الإيرانية. إيران لديها الحقيقة أزرع كثيرة تمددت في المنطقة، لديها زراعة في لبنان، لديها في سوريا، لديها في العراق، جهزت الحوثيين وسلحتهم حتى وفقا لتقارير صادرة على الأمم المتحدة منذ عام 2009 تقريبا بتمد الحوثيين في اليمن بالأسلحة والذخيرة. الحقيقة ظهور إيران بهذا الشكل الخطر والذي يمثل خطر كبير جدا على الأمة العربية بوجود جماعات مسلحة بهذا الشكل في منطقة تهدد منطقة الخليج، كان لابد من أن يكون هناك وقفة حازمة ووقفة حاسمة، وهي حرب الضرورة، يعني عاصفة الحزم في تقديري أنها حرب الضرورة لإيقاف إيران عند حدها، لأنه إيران تمددت كثيرا وانتهكت السيادة العربية كثيرا. نعم. وتقريبا أخذت بالفعل هي حرب الضرورة، لأنه إيران أخذت العراق بالكامل مثلما كانت قد أخذت سوريا في السابق، هي تعطل الحياة السياسية تقريبا تماما في لبنان، هي تريد أن تعطل الحياة السياسية في اليمن وتجعل من اليمن قوة معادية للدول الخليجية العربية. هي تقريبا سكبت البنزين عند أقدام الدول العربية الخليجية، لم يكن يتبقى في الحقيقة إلا أن تشعل النيران في المنطقة، ولذلك جاءت حرب الضرورة لأنه لم يكن هناك خيار آخر لإيقاف هذا التمدد إلا بقطع كل الخطوط اللوجستية التي تجعل من هؤلاء جماعة إرهابية. إيران الحقيقة صاحبة الفكر الأساسي لظهور تنظيمات كبيرة جدا، تنظيمات إرهابية على وجه التحديد، لأنه ظهور تنظيمات حتى سنية في العراق وسوريا كان بسبب الاضطهاد الذي مورس من الإيرانيين على وجه التحديد ومن الجماعات الموالية لإيران. يعني في عهد صدام حسين حتى لم يكن هناك طائفية تذكر بهذا الشكل أو بهذه الصورة التي نراها الآن. نعم. فيلق بدر الذي تربى وكبر وتعلم في إيران عندما دخل في 2003 إلى العراق كان دوره لم يكن له دور على وجه الإطلاق إلا تصفية السنة وتهجير السنة من بيوتهم وأحيائهم، وكانت واضحة جدا أنه إيران خلقت حالة طائفية بغيضة وبشعة في العراق لم تكن موجودة. نعم. بهذه الصورة البشعة، مارست كل أنواع التطهير ضد السنة، وكان في ميليشيات حتى إيرانية موجودة وهي ما زالت موجودة. إيران تقريبا بتحكم العراق الآن، إيران يعني تقوم بألاعيب سياسية كثيرة جدا. طب أمام هذه الألاعيب وهذا الحزب المكون من ميليشيات اللي تدعمه إيران في المنطقة، نشأ التحالف العربي الأخير، كان هناك مصالحة بين قطر ومصر، هذه أيضا ضمن مخطط لتحالف أكبر من تحالف عاصفة الحزم لمواجهة إيران؟ هو في الحقيقة ليس يعني أيضا التجارب التاريخية أثبتت أن الأمة العربية ليس لديها حلول إلا حتى بما في ذلك حتى بشار الأسد، يعني يمكن سوريا كمان، يعني حلها ليس في إيران كما يعتقد النظام السوري، يعني الحل أيضا في داخل الأمة العربية. لا الحلول الحقيقية، لأن الأمة العربية تواجه مخاطر كثيرة جدا، من يمكن من حتى لو قلنا من ثلاث إمبراطوريات أو ثلاث دول محيطة بها، وهي الفرس والعثمانيين والصهاينة، كل يطمع فيه بطريقة أو بأخرى في المنطقة العربية. لا يوجد حل إلا أن تكون هناك قوة عربية، وأنا الحقيقة يعني مبسوط أو سعيد باللفظ اللي حضرتك قلتيه، قوة عربية، لأنه وسعيد أكثر بعدم وجود باكستان أو وجود تركيا في هذه الحرب، لأن إحنا الأمة العربية لا تقود حروبا طائفية، وإنما هي
بالضبط بالضبط، هي ليست حرب طائفية، ليست حرب شيعية سنية، هي هي حرب ضد عدو فارسي يحاول تمزيق الأمة العربية. وكل التجارب واضحة للعيان، كل تجاربه سواء في لبنان أو سوريا أو العراق أو اليمن هي تجارب الهدف الأساسي. لكن ما يهمك أنه دولة مثل تركيا تكون يعني تكون حليف، بلاش نقول ضمن هذه القوة، حليف لهذه القوة؟ أنا بالأخص تركيا، تقديري أن تركيا، تقديري أن تركيا لديها أطماع في الأمة العربية لا تقل عن الأطماع الفارسية. ما احنا عارفين حتى توجهات النظام الحاكم الآن في تركيا هي توجهات ما يسمى بالعثمانية الجديدة، وهي العثمانية الجديدة نوع جديد من الاحتلال والاحتلال الاقتصادي والهيمنة، وتقديم صورة لتركيا على أنها مظاهرها هو الدول العربية التي تستطيع السيطرة والتحكم في سياساتها أو التحكم في وجهة نظرها. ولذلك إيران، تركيا صدمت بشكل عنيف جدا في دحر الإخوان في مصر، وأخذت موقف شديد الحدة، يعني موقف أردوغان كان واحد، لأنه فكرة الإمبراطورية العثمانية فكرة تهيمن تماما على أردوغان وعلى كل المجموعة. ولديهم يعني الحقيقة منظرهم الكبير أغلو له كتاب اسمه العثمانية الجديدة، يسعى من خلاله إلى تحقيق إمبراطورية عثمانية قوية لا تعتمد على أنها تكون عضو في الاتحاد الأوروبي، إنما تكون دولة قوية من خلال تصدير فكرة أنها تستطيع قيادة العالم الإسلامي أو حتى العالم السني من خلال احتلال الدول العربية، أخذ الاستثمارات العربية. على سيرة الأخوان، يعني تركيا من أجل أن تحقق طموحها في المنطقة تعتقد أنه هي ممكن أن تتخلى عن دعم جماعة الأخوان، خاصة أنه كثير عدد من قيادي الأخوان موجودين إلى الآن في تركيا، هل يمكن أن تتخلى عنهم؟ لا أعتقد، يعني بالحقيقة طموح تركيا وطموح إيران أيضا، إيران استخدمت الإخوان بشكل كبير جدا من أجل الهيمنة والسيطرة. حتى لو نظرنا إلى العلاقات مع نظام جماعة الإخوان في مصر، كان الحقيقة كانت علاقات يعني طيبة جدا وعلاقات حميمة جدا، وبدأ وفود سياحية ووفود شعبية ويعني علاقات قوية جدا مع جماعة الإخوان. الحقيقة النظام الإيراني له علاقة قوية جدا بجماعة الإخوان، الأتراك علاقتهم أيضا قوية جدا بجماعة الإخوان، لكن في الحقيقة أنه أردوغان رجل مصالح، يعني بشكل أو بآخر هو أحيانا يصدر نفسه باعتباره رجل إسلامي أو رجل دين، وكل اللي بيقدمه من كل ما يظهر من هذا الشكل الديني هو حجاب زوجته، لكن هو في الحقيقة كل الأشياء في تركيا موجودة، حتى في العاصمة، من يعني كل الحاجات موجودة، من سواء الدعارة أو حتى البارات أو غيره، يعني أمور كلها متاحة ولا يتحدث فيها، بل بالعكس زادت هذه الأشياء في عدد كثيرة. دولة علمانية يعني، صح؟ هو يصدر، هي دولة علمانية، وهو بالحقيقة حتى لما زار مصر قال أنه يعني أنا رجل مسلم يحكم دولة علمانية، وحزبي ليس حزبا إسلاميا، وإنما هو حزب سياسي. ووقتها الناس اللي كانوا يطبلوا من جماعة من الإسلاميين أو وقفوا عن التطبيل، كانت صدمتهم هذه العبارة، طردوه، صح؟ تقريبا طردوه، يعني أنت تقريبا الحقيقة تقريبا طرد من مصر، لأنه لو شفنا كان هناك لافتات تعلق على الكباري في مصر في القاهرة بشكل كبير جدا، هذه اللافتات تم إسقاطها حتى قبل أن يسافر. ولذلك غير لهجته أردوغان بعد ذلك، لأنه لقى مش ليست هذه هي اللهجة التي يمكن مطلوبة أن تأخذ في مصر، لأنه بالضبط، لأنه صعود التيارات الدينية بقوة شديدة جدا في مصر في هذه الفترة، وجاء في فترة حكم المجلس العسكري، صعود التيارات دي بقوة خلاه ينتبه إلى أنه ليس الثوريين هم الذين يديرون مصر، يعني هو اعتقد انه فكره انه الثوريين الذين صنعوا ثوره 25 يناير هم اللي بيديروا المساله، لكن اتضح انه الحركات الدينيه والحركات الاسلاميه، والجماعه طلعت بيان، يعني محمود غزلان متحدث باسم الجماعه وقتها طلع بيان تقريبا يعني سب ولعن فيه اردوغان، تغيرت اللهجه لانها في الحقيقه لهجة مصالح، لن ينفع الأمة العربية إلا أبناء الأمة العربية، ولن يقوي الأمة العربية إلا أبناء الأمة العربية. هذه الدول كلها لديها أطماع، ويجب أن تقف أو ننتبه إلى هذه الأطماع الحقيقة يعني.
نعم. طيب أستاذ حمود، ما رأيك في ذلك؟ أول شيء أستاذ علي السيد كان يعني ركز على أن القوة تكون عربية بعيدا عن العالم الإسلامي، أن تكون عربية بالأساس. طبعا انا احيي الاستاذ علي، بس ايضا تعرفي الوضع المصري عنده حساسيه مع الوضع الاخوان ووضع تركيا، ربما نحن اقل حساسيه، اتفهم ذلك وهو حقيقه، ما تحدث فيه حقيقه، لكن ايضا بالسياسه، السياسه متغيره، واحيانا تفضل ايضا ذكر البراغماتيه عند اردوغان وعند الاداره التركيه، بالتالي يعني احيانا يجب ان نفهم التطورات في اطارها الاستراتيجي، يعني بمعنى ان تبقى تركيا علاقات جيدة فيما إذا تخلت عن دعم الأخوان ودعم ما يثير القلاقل في مصر، هذا أمر مطلوب وضروري، وهذا ما تؤكد عليه دائما المملكة العربية السعودية عن أهمية الاستقرار المصري، كون مصر ركن أساسي في الأمة العربية وحصن الحصين منذ الملك عبد الله، وأيضا الملك سلمان أكد على هذا الأمر، رغم من يحاول أحيانا تفتيت هذا التحالف وهذا التعاون بطرق شتى، سواء من الأخوان في المنطقة في مصر أو حتى في الخليج أو حتى من القوى الأخرى التي ترى أن إثارة بعض الأمور الهامشية ربما تؤثر على التقارب والعلاقات والتعاون التنسيق القوي بين السعودية ومصر. لكن أعتقد أن المملكة تنظر بواقعية أيضا مع تركيا، بمعنى أن بقاء تركيا على علاقة جيدة هو لمصلحة الأمة العربية. طيب السياسة الخارجية السعودية نعم، كيف حيكون التعاطي مع اللي أتكلم عنه أستاذ علي السيد، أطماع تركيا أو حتى رغبتها بأن تكون زعيم للعالم السني أو حتى زعيم لحزب سني ينافس الحزب الشيعي اللي صنعته إيران، مع بقاء العلاقات جيدة؟ بالتأكيد، يعني أنا أعتقد عاصفة الحزم هي ثقافة، أنا أعتقد أنها ستؤسس إلى ثقافة في المنطقة وليست عملية عسكرية بحتة، هي ثقافة مرت بتشكيل سياسي معين ثم عملية عسكرية ثم تبع ذلك إجراءات دبلوماسية وسياسية يراد وضعها في إطار مهمة، أن يتم التعامل من خلال هذه نقطة مهمة أنه هي ثقافة. نعم بمعنى أنه حماية الدولة العربية، كل الدول العربية، المنطقة العربية، وبالتالي سواء كان هذا التهديد إيرانيا أم عثمانيا تركيا إلى آخره لن يقبل، وبالتالي لكن إبقاء علاقة جيدة مع تركيا هذا أمر ضروري، تركيا تهتم بالمصالح وأردوغان براغماتيك، لذلك هو تحدث أيضا بوضوح عن الخطر الإيراني، لكن حينما ذهب إلى إيران كانت لغة مع الإيرانيين ناعمة، لكنه لم يسحب هذا الكلام، هذا يدل على أننا نستطيع أن نكون فاعلين، نحدد محدداتنا في علاقاتنا مع الآخرين بما يحمي الأمن القومي العربي والمصالح العربية، وبالتالي التعاون مع الآخرين، حتى التعاون مع إيران مستقبلا حينما تتخلى عن تصدير الطائفية وليس الثورة لكن بإطار ثوري والبعد عن تفجير الملفات في داخل الدول العربية، سيكون هناك علاقات طبيعية بالتأكيد مع إيران، وهذا ما تسعى له المملكة، ولذلك صرح الأمير سعود الفيصل قبل أسابيع أن لسنا في حرب مع إيران، وهذا مؤكد، نحن ضد التمدد الإيراني وضد الدعم الإيراني وضد التغلغل الإيراني وتفتيت المنطقة والهيمنة على الدول المركزية في المنطقة وتفجير الطائفية في المنطقة، هذا سيكون أكيد تصدي لهذا المشروع، لكن حينما تكون إيران الدولة، منطقة الدولة، إيران الجار، حتى بغض النظر هي دولة مسلمة أو غير مسلمة، سيكون التعاون معها تعاون إيجابي، وهذا ما تسعى له الدول العربية وتقود المملكة، يعني المملكة تريد أن تقول الاستقرار والسلم في المنطقة أمر لا يمكن المساومة عليه منذ لحظة يعني 26 من مارس 2015، هناك عملية جديدة تحدث في المنطقة، إعادة تشكيل وترتيب أوضاع المنطقة التي يعني كان هناك يعني تراخي في المنطقة نتيجة أمور كثيرة ما قبل الربيع العربي، سقوط العراق نتيجة الغزو الأمريكي والتدخل الإيراني في العراق وما تلا ذلك من الثورات الربيع العربي، تفجر الدولة المركزية العربية، تفتت كثير من الدول العربية وسقوطها وسقوط أنظمتها، حدث فراغ، الفراغ ملأت الدولة الإيرانية عبر أدرعتها في المنطقة أو الجماعات الإرهابية، نحن أمام مسارين خطيرين، لذلك كانت يعني يعني التحرك والحيوية السعودية والصحوة التي حدثت أثارتها التحرك عاصفة الحزم السعودية في دم العربي أنعشت هذا التصدي وهذه السياسة الجديدة، أنا أعتقد أن المقدمين على سياسة فيما لو تم البناء عليها ستكون لمزيد من الاستقرار في المنطقة، وعودة كل الدول الإقليمية التي تريد الهيمنة ستكون حذرة في التدخلات في المنطقة فيما لو
حولنا هذا إلى عمل مؤسساتي بتعاون نعم. مؤسساتي أقوى وأكثر حيوية مما كان يحدث في السابق طبعا. نعم. طب أخذ تعليقك أستاذ علي السيد، ما رأيك؟ الحقيقة يعني أنا أوافق على هذا الكلام جزئيا، لكن خلينا نقول أليس من الغريب والعجيب جدا أنه تكون إيران حاضرة بهذه القوة في مشكلة هي بالأساس مشكلة عربية، يعني الحوثيين أو الحوثيون هي بالأساس يعني مشكلة ماذا؟ ما سمعتك أستاذ علي، هي بالأساس مشكلة ماذا؟ هي بالأساس مشكلة عربية، يعني ما داخل نعم. إيران بمشكلة، نحن نعالج مشكلتنا العربية، الحوثيون وهي من تسبب بها جماعة عربية متطرفة بسبب بالضبط بسبب انه بالضبط، يعني هو غريب جدا ان تكون ايران وان تكون تركيا وان تكون اسرائيل وان تكون امريكا وان يكون غيرها دائما وابدا حاضرين في كل المشكلات العربيه، وكانه احنا يعني الحقيقه يعني ممزقين الى الحد الذي يسمح الى كل هؤلاء بالتدخل في شؤوننا الداخليه. انا لما اتكلمت عن الثلاث دول اتكلمت عنها باعتبارها قوه احتلال، الحقيقه كلهم مارسوا الاحتلال علينا، ايران احتلتنا وما زالت تحتل اراضي عربيه، اسرائيل احتلتنا وما زالت تحتل ارض عربيه، تركيا احتلتنا ليعني سنوات طويله جدا وما تخلصنا منها وهي تحاول الان. الامه العربيه مفتوحة على الجميع فيما يتعلق بالعلاقات السياسية والعلاقات حتى الاقتصادية وغيره، وبالفعل احنا مش في حرب مع إيران ولا مع غير إيران، احنا في حرب وجود بالنسبة لنا، احنا هناك مخاطر جمة تهدد الأمة العربية، هي التي الأمة العربية تحاول منع هذه المخاطر. والحقيقة أنه أردوغان إذا في أي وقت من الأوقات هو أو غيره دخلوا في صف الأمة العربية سيكون هناك لهم أهداف ومصالح، يعني دائما أبدا على سبيل المثال إذا أردنا أن نتحدث عن أنه في نوايا حسنة، طب لماذا لا تكون هذه النوايا الحسنة موجودة في ليبيا على سبيل المثال، وتقريبا صح. تركيا المتحكم الأول فيما يحدث في ليبيا، يعني لماذا تركيا موجودة بهذه القوة في دولة عربية هي ليبيا على الحدود المصرية، إيران ليه موجودة بقوة في غزة مع حماس، يعني رغم طبعا رغم أنه حماس جماعة سنية تنتمي لجماعة الإخوان نعم. المسلمين، ده يعني يؤكد أنه إيران مش المسألة بالنسبة لها هي مسألة وجود للإمبراطورية الفارسية في المنطقة، وترى أن الرجل المريض هو العرب الآن وفرصة ذهبية أن تسيطر وتهيمن، وهي الحقيقة استطاعت أن تقتطم من الخارطة العربية الكثير والكثير، ودائما وأبدا بتحقق مكاسب، يعني أخذت العراق تقريبا بالكامل، دورها في سوريا أقوى من الدور العربي، دورها الآن في اليمن بسبب التسليح العسكري لجماعة متطرفة أصبح أو كان قويا قبل عاصفة الحزم، في لبنان تقريبا هي تسيطر بشكل كامل على لبنان رغم أنه يعني اخترعت ما يسمى بالثلث المعطل، شيء الحقيقة يعني شيء غريب وعجيب جدا، والحياة السياسية كلها تتوقف عند حزب الله، وأنا أريد أنه يعني أي شخص في العالم العربي أو في أي مكان إسلامي يقول ماذا قدم هذا الحزب للبنان، شيء واحد بس، أي حرب دخلها مع الإسرائيليين اتقتل 6 من الإسرائيليين اتقتل 6000 من اللبنانيين، يعني دمرت كل البنية التحتية بسبب حزب الله في لبنان وفي بيروت. الحقيقة نحن دائما وأبدا لدينا مشكلة هي بالأساس مشكلة عربية يجب أن نعتمد على أنفسنا، من يريد أن يتعاون معنا على الرحب والسعة، لكن تقديري أنا الشخصي أن هذه الدول لديها أطماع واضحة والتاريخ يؤكد على ذلك والحاضر يؤكد على ذلك والمستقبل لن يختلف كثيرا. نعم. طيب هاخذ فاصل، وبعد الفاصل إلى أي مدى يمكن مواجهة كل هذه الأطماع وهذه التمددات، فاصل رجيم. أهلا بكم من جديد. وأستاذ حمود زيادي العتيبي، يعني إذا ربطنا الداخل بالخارج، التعيينات الأخيرة تعيين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، وتأثير ذلك على العلاقات السعودية الخارجية، ومعروف طبعا الأمير محمد بن نايف وعلاقاته الوطيدة مع العالم منذ أن مسك الملف الأمني ملف الإرهاب. نعم. أنا أعتقد أنه هو في وصف للأمير محمد بن نايف بالإعلام الغربي أنه كاونتر تيروريزم زار، يعني أو قيصر مكافحة الإرهاب،
وهو كذلك. الأمير محمد بن نايف تصدى إلى أكبر وأخطر ملف يهدد ليس السعودية فحسب بل المنطقة والعالم. يعني أنا شخصيا اطلعت على كثير من القضايا التي لو حدثت ربما أحدثت أكثر من 11 سبتمبر آخر سواء في المنطقة أو حتى بالعالم. كان للمملكة الدور الأكبر في التصدي لهذه الخطط الإرهابية من تنظيم القاعدة وبعد ذلك داعش. هذا العمل الكبير والضخم للمملكة بقيادة الأمير محمد بن نايف في الداخلية، ثم الآن هو يتقدم الصفوف إلى قيادة في القيادة السياسية كوليا للعهد، فهو رجل إنجاز. أنا أعتقد حتى الملك سلمان أعطى إشارات قوية بهذه التعيينات أن الإنجاز والكفاءة هما محددان للمسؤولية لتسنم المسؤولية. لذلك كان الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير محمد بن سلمان ولي لولي العهد، وما حققه من نجاحات في غضون فترة يسيرة بناء على كفاءات وأيضا حيوية وإعطاء دور أكبر يعني التصاقه بالملك سلمان والأمير محمد بن نايف، هذا كون فريق متناغم ومنسجم لتحقيق رؤية القيادة. دائما أي قيادة حتى قيادة شركة أو منظمة معينة تعتمد على الهارموني والتناغم وأيضا الإيمان بالرؤية. هذا يتحقق في الدولة السعودية الآن بشكل واضح وجلي ومؤثر، وفهم للمتغيرات وحيوية في معالجتها. أنا أعتقد الملك سلمان يصنع تاريخا جديدا للمملكة العربية السعودية، هذا ليس مبالغة وليس تزلفا، هذا أمر يجري على الأرض. لذلك هو يصنع أيضا حتى بنية الحكم في المستقبل ويقدمها إلى الأمام باستقرار، يتقبل المواطنين يعني براحة وبالعكس استشراف مهم. أيضا يؤكد على أمر تاريخي أن الحكم السعودي دائما يتسم بما أكرر دائما أنه حكمة الحكم، هناك حكمة في الحكم، يعني كل مرحلة لها انتقالة معينة بناء على فهم المتغيرات. لكن أنا أعتقد عهد الملك سلمان يصنع أمرا يعني متطورا جدا على مستوى الداخلي على المستوى الخارجي، وتلازم المسارين لكل منهما يسند الآخر للحفاظ على كيان المملكة واستقرارها ونمائها وأيضا الإقليم والمنطقة. عمل أعتقد أنه عمل سيذكر التاريخ كثيرا، وأعتقد أن الأمير محمد بن نايف هو شخصية تحديدا هما الشخصية المحمدين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان لديهم ميزة أنهم لا يتحدثان يعملان. لو وضعت عنوان يعني الرجلان الصامتان لكنهما الرجلان الفاعلان والمؤثران. فأعتقد أننا في مرحلة متفائلة فيها كثيرا، وأعتقد التفاؤل يسود الجميع، وأيضا سيساعد ذلك في مساعدة المنطقة للخروج من المشاكل المتفجرة فيها، ليست صفيحا ساخن بل حرائق حتى في أطراف المنطقة. لذلك أعتقد الدور السعودي في المرحلة المقبلة دور مؤثر، وأعتقد أن الدور الخليجي بهذا التماسك والبناء عليه دور يعني يتقدم إلى الأمام أكثر حيوية من السابق مع بعض الدول العربية. أيضا أعتقد الدور المصري يحتاج مزيد من الحيوية أيضا بهذا التجمع وهو موجود يعني، لكن أعتقد أيضا يجب أن يكون أكثر حيوية. بعض الأصوات في الداخل المصري يجب أن يعني تراعي المشهد وتراعي أهمية ومستقبل أمن المنطقة العربية بعيدا عن الإرث والعقد التاريخية عند بعض اليساريين مثلا في مصر ويتجاوزونها، خاصة وأن مصر تجاوزت ملف الأخوان على الأقل بشكل كبير. فأعتقد أن على المصريين بعض النخب المصرية أن تعي بأن المملكة اليوم لا 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 لم تأتي لتأخذ الدور المصري، جاءت لإنقاذ الأمة العربية. وأعتقد أن الوجود المصري بجانب المملكة وجانب دول الخليج سيكون حصانة أمام الأمن الإقليمي العربي، وهذا هو المهم. نعم، يعني حأخذ رأي أستاذ علي في الموضوع، لكن أعتقد أنه هذه الأصوات يعني قليلة وحرام حتى يتم تضخيمها في وسائل الإعلام. بالتأكيد يعني، ما أدري إيش رأيك أستاذ علي؟ الحقيقة ده صحيح بأيدك جدا أستاذة نادين، الحقيقة ده كلام مظبوط. هذه الأصوات فقط لا غير لا تظهر أو لا نشعر بها إلا في بعض وسائل الإعلام، يعني هذه أصوات ضعيفة. التجارب التاريخية، أنا دائما وأبدا الحقيقة أنظر إلى التاريخ، كل التجارب التاريخية بتقول إذا السعودية ومصر معا هناك انتصار،
خلينا نشوف مشكلة اليمن على سبيل المثال. قبل 67 كان هناك شقاق وخلاف كبير بين السعودية ومصر، حدثت نكسة 67. كان هناك دور قوي جدا للمملكة العربية السعودية في 56 عندما تعرضت مصر لعدوان ثلاثي. بالحقيقة وقفت يمكن حتى قليلين بيتكلموا في المسألة دي، دايما الناس تتكلم عن الدور اللي لعبته السعودية والدول العربية في حرب 73. هذه الأمثلة واضحة المعالم، الخطر يواجه أو الخطر لا تنجو منه دولة أو أخرى. حتى ما يسمى بالربيع العربي ترك لنا ميراث أنه ما يحدث في تونس يمكن أن يؤثر على الكويت أو على مصر أو على السعودية أو على أي بلد عربي. حتى عاصفة الحزم شعرنا أننا نحتاج إلى دول عربية مثل الصومال وجيبوتي والسودان كقواعد عسكرية مهمة جدا في مثل هذه المعركة. دور السعودية في مصر ولدى النخبة الواسعة أو العريضة في مصر هو دور مقدر ودور محترم. السعودية وقفت وقفة لا يمكن أن ينساها أحد، لا تقل أهمية عن وقفتها في 73، وقفتها في بعد ثورة 30 يونيو. كان الدور السعودي دورا عظيما، والدور الدبلوماسي السعودي كان على مرأى ومسمع من الجميع. ساعتها شعر الغالبية العظمى أو الغالبية الغالبة من المصريين انه السعوديه ومصر يعني على قلب في قلب واحد. دائما ابدا تاتي النكسات وتاتي الهزائم عندما تتمزق الامه وعندما تتنوع مصالح الامه، بمعنى انه يمكن ان تكون لي مصلحه مع هذه الدوله او هذه القوه عكس القوى الاخرى. ده تعارض المصالح ايضا. حتى هناك التصاق شعبي على المستوى الشعبي بين المصريين والسعوديين. ما فيش لا يوجد يعني كلام في هذه المسألة على وجه الإطلاق. حتى أيام الإخوان كانوا يحاولوا أنه يعني يخرجوا بعض المظاهرات في اتجاه السفارة السعودية عشان يعني بعض المشكلات العمالة مثلا اللي موجودة أو غيره. كان هناك رد يكون هناك رد قوي. يعني أنا شخصيا كتبت أكثر من مرة ضد هذه المعطرات وهذا العبث. أنا أعتقد أنه النظام الحاكم في السعودية هو نظام واعي وقادر على أن يرى يعني الأمور بوضوح شديد جدا، والنظام المصري أيضا قادر على أن يفرز بشكل واضح جدا. حاول البعض وحاول كتاب غربيون كثيرين يعني أنهم يقولوا أنه هناك مشكلات، وهناك يعني الملك سلمان يعني يغير سياسته تجاه مصر، وانه لن تكون سياسه او توجه الملك عبد الله كتوجه يعني الحقيقه كلام كثير جدا. انا تقديري ان الاسره الحاكمه في السعوديه هي اكثر تماسكا واكثر قوه مما يرى البعض، انه يعني هناك تغيرات والاسره السعوديه تتجه الى النظام اللي مش عارف ايه او الى الاسره الفلانيه. حقيقه هذا كلام عبثي. الاسره السعوديه في تقديري انها اسره واعيه سياسيا، تدرك المخاطر التي تتعرض لها المملكه والتي تتعرض لها الامه العربيه، وتدرك جيدا ان وجود مصر ووجود مع السعوديه هو وجود لصالح الأمة العربية، وأي شقاق في هذه المنطقة هو ضد الأمة العربية، بل هو هزيمة للأمة العربية. نعم، وأعيد يعني وأقول أنه حرام أن تطرح حتى هذه المسألة للنقاش. مزبوط. تاريخ طويل من التعاضد والتعاون بين النظامين والالتصاق الشعبي، وفي النهاية يعني الصحفيين أو اثنين ما راح يكونوا معبرين عن رأي الشعب. وصح أستاذ علي تذكرت جماعة الإخوان وما تفعل، هناك إشاعات كثيرة بدأت اليوم تطلع من جماعة الإخوان والأصوات اللي لها أجندة أخرى. هناك بيانات مفبركة على ألسنة مسؤولين سواء في مصر أو في السعودية، وحتى في 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 عاصفة الحزم ايضا تم الحديث عن انه مصر لا تشارك، رغم انه ويتم تجاهل تماما وجود قوات بحريه مصريه في جنوب مياه البحر الاحمر. طيب معي على الهاتف ارحب بالاستاذ شارل جبور مدير تحرير جريده الجمهوريه. اهلا بك استاذ شارل. شكرا جزيلا، اهلا بكم. اهلا فيك استاذ شارل. يعني نتحدث عن التكليف الجديد للامير محمد بن نايف وليا للعهد والامير محمد بن سلمان وليا لولي العهد. اليوم السعوديه كدور اقليمي بناء على هذه التغييرات السياسيه الداخليه والسياسه السعوديه الخارجيه، برايك رايك بالتوجهات السياسيه للمملكه على مستوى علاقاتها الاقليميه والدوليه؟ أنا أعتقد بأن المملكة العربية السعودية دخلت مرحلة سياسية جديدة،
فاجأت فيها كل العالم، يعني لا نستطيع القول أو الكلام عن فقط العالم العربي أو العالم الإسلامي، إنما المجتمع الدولي أيضا. الإشارة الأولى، يعني لا يجب فصل الأمور عن بعضها البعض، المسألة هي متكاملة ومترابطة. بدأت مع عاصفة الحزم التي شكلت مفاجأة كبرى عن استعادة السعودية الدور الإقليمي الكبير. الأمر الآخر إعادة الأمل. الأمر الثالث هو التغييرات التي حصلت أخيرا، وبالتالي هناك سلسلة مترابطة ومتكاملة، لا يمكن فصل أي مكون من هذه المكونات عن بعضها البعض. وبالتالي هذه الإشارة التي جاءت مع التغيير الداخلي هي إشارة مكملة ومتممة لعاصفة الحزم، وهي رسالة واضحة وقوية تقول للجميع بأن ما قبل هذه العاصفة وما قبل هذه التغييرات هو غير ما بعده، وأن المنطقة والسعودية دخلت في مرحلة سياسية جديدة. عنوان هذه المرحلة استعادة الحق العربي، استعادة الدور العربي، استعادة ما قد سلب من العرب للعرب من أجل إعادته للعرب، وتحديدا القضايا قضيتين أساسيتين. القضية الأولى منع أي تدخل بالشأن العربي الداخلي من قبل أي دولة إقليمية وتحديدا إيران، والأمر الآخر استعادة القضية الفلسطينية من بعد ترسيم حدود الدور الإيراني على مستوى المنطقة وعلى مستوى النفوذ وعلى مستوى تدخله بالشأن العربي الداخلي. نعم. طب أستاذ شارل، يعني أنت تقول أنه ستسع من أجل أن يتم منع أي قوة من التدخل، فهل فعلا سيتم من خلال هذا الحلف العربي الأخير وهذه السياسة المتبعة، هل سيتم التأثير إيجابا على البلدان لنقل التي إن صح التعبير غزتها إيران في سوريا في لبنان في العراق في اليمن؟ حكما ذلك. وإذا رأينا في المشهد الواقع ماذا نستنتج وما هي الخلاصة؟ أولا، قبل عاصفة الحزم لقد سمعنا تصريح ومواقف اعتدادية بالنفس من قبل مسؤولين إيرانيين تقول بأن إيران تضع يدها على 4 عواصم عربية: صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت. بس ولكن بعد عاصفة الحزم مباشرة لم تعد صنعاء بيد إيران أو تحت نفوذ إيران. لقد كانت رسالة واضحة بغطاء دولي من قبل مجلس الأمن بأن صنعاء وبأن اليمن لن تكون تحت النفوذ الإيراني. لقد رأينا ماذا يحصل في العراق، بأن العراق لم يستطع قاسم سليماني من أن يتمكن من إخراج داعش من تكريت، بل كان بحاجة لمساعدة المجتمع الدولي. لقد رأينا بعد عاصفة الحزم ماذا حصل في سوريا، حيث تمكنت المعارضة من تحقيق انتصارات لم تتمكن من تحقيقها على مدى 4 سنوات المنتظمة. وبلبنان هنالك توازن واضح، لا يريد حزب الله أيضا ضرب هذا التوازن في المرحلة الحالية، لأنه بحاجة للقتال خارج لبنان. وبالتالي لا، الأمور بدأت تتغير، هنالك مشهد جديد على مستوى المنطقة. سيدتي، يمكن القول بشكل واضح، هنالك زمن، نحن نعيش بظل زمن جديد، هنالك شيء جديد. لقد تبدلت الأمور، لقد تبدلت المنطقة، لقد تبدل المشهد. نحن نعيش في ظل مرحلة جديدة، على إيران أن تستدرك سريعا وأن تضع يدها بيد المملكة العربية السعودية من أجل تسويات عادلة على مستوى الدول، وإلا ستكون بحالة يرثى لها على مستوى كل هذا المشهد على مستوى طب المنطقة. إلى أي مدى هذا الكلام يمكن تنفيذه، أن تضع يدها بيد السعودية؟ وكنا حكينا في الحلقة عن رغبتها في التفاوض من عدمه، أو إن كان مجرد تكتيك حتى لو أبدت رغبة في التفاوض. لا، نحن نتكلم عن رغبة صادقة ولا نتكلم عن تكتيك. وعندما نقول رغبة صادقة، يعني نحن نتكلم عن حلول تعطي الحق والأولوية للدولة. لا، يعني بالنسبة لإيران يمكن أن يكون تكتيك. نعم، إيران تعتمد تكتيك، ولذلك نقول أي تسوية مع إيران يجب أن تكون على قاعدة أساسية واحدة، هي تسويات بشروط الدول العربية، تسوية بشروط الدولة اليمنية والدولة السورية والدولة العراقية والدولة اللبنانية، بعيدا عن الميليشيات الإيرانية المتفلتة، هذه الميليشيات التي تستخدمها إيران من أجل مد نفوذها. وبالتالي المرحلة المقبلة أو أي تسوية يجب أن تكون بعيدا عن منطق الميليشيات والعودة إلى منطق الدول، منطق الدولة، وممنوع أي تدخل عربي بهذا بشؤون الدول العربية. أستاذ شارل، يعني زمن جديد بشروط الدولة العربية، لأي درجة يمكن حفظ هذا الزمن الجديد؟ لأي درجة يمكن حفظ المنطقة والتحالف الذي ظهر فجأة اللي كنا منتظرينه من سنين طويلة، حفظه بمستوى من التوازن، لا تشوبه خلافات أو شائعات أو أصوات بأجندة دول أخرى؟
لا، الخلافات، مشكلة الخلافات قائمة انطلاقا من التدخل الإيراني، مشكلة من استخدام الدول العربية لغايات وأهداف محض إيرانية بعيدة عن 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 مصالح الشعوب العربية وطموح الشعوب العربية. ما تريده هذه الدول هي تريد تعددية فعلية انطلاقا من الدستور وانطلاقا من القوانين المرعية الإشراء وانطلاقا من مفاهيم عصرية وحديثة للدولة في العالم العربي. لا أحد يريد ضرب أي مكون على حساب مكون آخر. نحن نريد كل المكونات أن تكون متساوية في هذه الدول الأربعة، وانطلاقا من شروط وانطلاقا من خيار واحد هو الدولة. ولكن ما تقوم به إيران منذ عقود وتحديدا في العقد الأخير هو أنها تريد استخدام هذه الدول لمصالحها ولمآربها. وسمعنا كلاما قبل عاصفة الحزم أيضا بأنه نحن صرنا أمام، حتى لو تم نفيه، بأنه نحن دخلنا في عصر الإمبراطورية الإيرانية وعاصمتها بغداد. انتهى هذا الكلام، انتهت هذه المرحلة، نحن في مرحلة جديدة، الكل يطمح إلى السلام. إيران تريد الحرب انطلاقا من شروطها ومن أجل فرض دورها. نحن نريد السلام في المنطقة انطلاقا من عنوان الدول والدولة التي تحترم سيادة أرضها بعيدا عن أي تدخلات خارجية في شؤون هذه الدول. نعم. طب أستاذ حمود، يعني هل ننتظر سياسات حازمة جديدة أستاذ حمود في السعودية ضمن الزمن الجديد اللي كما وصفه شارل جبور؟ أنا أعتقد إحنا تحدثنا على مدار الحلقة أننا في مرحلة من الحزم والحسم، وأعتقد أنها على المستوى الداخلي على المستوى الخارجي، وبالتالي نحن في مسار يستمر إلى الأمام برؤية واضحة أن المملكة تلعب دورا اليوم فاعل في إعادة حماية الأمن القومي العربي، حماية الأمن الإقليمي، وبالتالي أنا أعتقد أننا هناك مشروع للبناء على هذه الخطوات وتماسك هذه الخطوات مع التحالفات القائمة. لذلك أكدت على أن العمل لم يكون فقط إطلاق هذه العاصفة الحزم، أيضا كان هناك مسار سياسي ومسار عسكري ومسار دبلوماسي على المسارات الداخلية. وتأكيدا على هذا المسار هو الاستمرار التعاون والاتصال المستمر على مدار ربما في الأسبوع نرى زيارات تلو زيارات لقوى التحالف حتى يمكن الحفاظ على هذا التحالف من أعدائه الذين يريدون تفكيكه، سواء من جماعات معينة أو منظمات أو حتى دول إقليمية التي رأت أن هذا التحالف سيمنع منطقة القلها داخل المنطقة العربية وبالتالي خسارة هذا النفوذ. أستاذ علي، آخر كلمة باختصار قبل ما أنهي الحلقة. في الحقيقة بس أنا أتوقف كثيرا عند نقطة التفاوض مع إيران، أو أنه إيران ينبغي أن تجلس إلى طاولة المفاوضات. تتفاوض على ماذا إيران؟ نحن نتحدث عن دول عربية. أنا التقدير الشخصي أنه يجب قطع ذراع إيران في المنطقة العربية تماما، ويجب أن نبتعد إيران عن الدول العربية تماما. الحقيقة أنه عاصفة الحزم كانت جزء أساسي من هذه الخطة، أنه إيران لا ينبغي أن يكون لها ذراع في المنطقة. أنا أتفاوض مع إيران على اليمن، أو أتفاوض مع إيران على سوريا، أو أتفاوض مع إيران على لبنان، أو حتى على العراق. هذه دول عربية، ما دخل الفرس بالدول العربية؟ وأنا لا أتحدث هنا، وينبغي أن ننزع الجملة الطائفية من أي سياق سياسي في الموضوع. إيران تريد إمبراطورية فارسية في المنطقة وتريد تدمير المصالح العربية. إيران عدو للدول العربية، يجب أن يكون ذلك واضح بشكل كبير جدا. أنا لن أتفاوض مع إيران على مصير الدول العربية، لكن يجب قطع كل الإمدادات العسكرية والإمدادات اللوجستية التي تصل إلى هذه التنظيمات، حتى تعرف هذه التنظيمات ومن يعني يديرها أنها في الأساس تعيش داخل منظومة عربية، وينبغي أن تظل عربية وليست فارسية. نعم، أشكرك أستاذ علي السيد الكاتب والصحفي رئيس تحرير جريدة التحرير، كنت معنا من القاهرة. شكرا لك على المشاركة. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي معنا من الرياضة الأستاذ حمود زيادي العتيبي، أشكرك. وشكرا لك مدير تحرير جريدة الجمهورية السيد شارل أشجبور معنا عبر الهاتف، كنت من بيروت. أشكركم على المتابعة، وألقاكم الأسبوع المقبل في مثل هذه الليلة. تصبحون على خير.